السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محاضرة جديدة من محاضرات الجي اي تي سيرجري. في محاضرة النهاردة هنتكلم عن الأوبيزيتي أند البرياتريك سيرجري. مبدئيا كلمة بارياتريك، باري أصلا معناها إيه؟ باري معناها باللاتيني ويت، معناها وزن، وإياتريك يعني علاج، إياتريك يعني تريتمنت. فكلمة بارياتريك سيرجري دي من خلالها اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجراحات اللي بعملها عشان اعالج السمنه. طيب يعني ايه اصلا سمنه، او يعني ايه اوبيزيتي؟ كلمه اوبيزيتي معناها اكسسيف فات اكيوميليشن، يعني ترسيب دهون كتير جدا في انسجه الجسم، سواء كان الفات ديت سبكتينيوس فات اللي هو السبكتينيوس تيشو الموجود تحت الجلد، او كانت الفات ديت فيسرال فات، ومعنى فيسرال فات اللي هي فات موجود محيط بالاحشاء الداخليه او الابدومينال فيسرا، الابدومينال اورجان زي اراوند الاستومك اراوند الكيدني، تمام؟ فديت اللي هي اسمها الفيسرال فات. فكلمه اوبيزيتي عامه هي بتشمل الاثنين، اوبيزيتي معناها اكسس فات اكيوميليشن وخلاص، سواء كان سبكتينيوس او كان فيسرال فات. مين أسوأ؟ طبعا الفيسرال فات، لان بيكون معاها تغيرات هرمونيه، ودي بتؤدي للميتابوليك ديس اوردرز كتيره، او مشاكل في العمليات بتاعه الايد بتاعه ايه الشخص، تمام. طيب امتى بتحصل الاوبيزيتي؟ لما عندنا رقم معين كده بعديه بنقول ان الشخص ده اوبيس. الرقم ده بيتم قياسه عن طريق حاجه اسمها البادي ماس اندكس، وده هنتكلم عنه كمان شويه بالتفصيل. طيب ما تيجي نشوف كده السيجنيفيكانس بتاع البروبلم، او موضوع الاوبيزيتي منتشر قد ايه. مبدئيا كده هتلاقي ان الاوبيزيتي موجوده في الديفلوبد كانترز والديفلوبينج كانترز، في الاثنين. الحاجه الثانيه، الاوبيزيتي هتلاقي ان هي مثلا في بلد زي اليو اس اي معدل انتشارها زاد جدا من سنة 91 لحد سنة 2001، تمام، من 12% في 91 ل 21% في سنة 2001، فده رقم كبير جدا. طيب كمل. الأوبيزيتي هي السبب الثاني الرئيسي للوفيات، وعلى الرغم من ان هو السبب الثاني الرئيسي لان هو موديفايبل. يعني ايه موديفايبل؟ يعني يمكن تعديله، ممكن ان انا اتخلص من الأوبيزيتي نهائيا عن طريق اتباع شوية خطوات بسيطة جدا. في سنة 2016 في تقريبا اكتر من 1.9 بليون شخص ادلت وورلد وايد كان عندهم ايه، كان عندهم أوبيزيتي او اوفر ويت اللي هو فوق الحد المسموح به من الوزن، تمام كده؟ طيب الكلام ده سنة كام؟ 2016. قارن الرقم ده مع سنة 1970، كان العدد تقريبا نص مليون، تقريبا ايه؟ نص بليون، اللي هم 650 مليون تقريبا بس. فانت ملاحظ ان العدد تضاعف 3 مرات تقريبا، تمام كده؟ طيب حاليا بقى، يعني مش بس الموضوع في الادلت ده، كمان الاطفال النيولي بورن تشيلدرن نصهم بيتولدوا اوفر ويت، او نصهم بيتولدوا اكتر من 4.5 كيلو جرام، وزن بتاعهم اكتر من 4.5 كيلو جرام، فدول بنقول عليهم اوفر ويت، تمام. طيب في اليونايتد ستيتس قال لك من البوبوليشن بتاعتها 39.8% اوبيزيتي عندنا، وده رقم كبير جدا. تخيل ان مجتمع 40% منه عبارة عن أوبيز، تمام. طب هي الأوبيزيتي هتعمل ايه؟ هو انا ليه مقلق منها قوي كده؟ لا، الأوبيزيتي دلوقتي اول حاجة ان هي بتقلل اللايف اكسبكتانسي بتاع الشخص. يعني انت متوقع ان انت تعيش 70 سنة، كون ان انت تكون أوبيز فانت اللايف اكسبكتانسي بتاعك بيقل، بدل 70 هنقول 60 سنة. طب ليه يا دكتور؟ لان هي بيكون معها بروبلمز في الكارديوفاسكولار ديسيز، زي ان المرضى اللي بيكون عندهم اوبيزيتي بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بارتفاع ضغط الدم، زي الدايابيتس ميليتس اكثر عرضه للاصابه من السكري من النوع الثاني، تمام. والمضاعفات بتاعه الاوبيزيتي كمان لسه نتكلم عنها ونفهم اكتر في المحاضره بتاعتنا. في سنه 2015 قال لك البادي ماس اندكس العالي كان مصحوب مع حالات وفيات تقريبا 4 مليون حالة وفيات، تمام كده؟ in one year، ها in one year الكلام ده. طيب ده هم هنا قارنوا ايه؟ قارنوا الحالات الوفيات، يعني حالات الوفيات الموجودة عندنا اللي البادي ماس اندكس بتاعها هنقول ان هو اوبيز، لان ان هو عالي جدا، وصل ليه 4 مليون. دي كلها ارقام الستاتستكس بتقول لك مدى فظاعة شيوع المرض، ومدى ان المرض بيأثر على حياة الاشخاص المصابين بيه نتيجة للمضاعفات اللي بتحصل معاه.
طيب كل اللي فات ده ما يهمنيش، مجرد statistics زي ما احنا متفقين، مش مهم، مش هتسأل في الارقام دي، بس عايزك تعرف منها ان المرض اللي بنتكلم عنه هو مرض شائع جدا، ومرض بيأثر على الحياة بتاعت الشخص، ممكن يقلل فترة العمر المتوقع ان هو يعيشها، وبيحصل مضاعفات منه. تمام كده؟ طيب يعني ايه بقى اوبيز؟ مين اللي انا احط اوبيز؟ زي ما قلت لك ان ال WHO ابتدت ان هي تعتمد مقياس اسمه البودي ماس اندكس. المقياس ده سكريننج يا جماعه. يعني ايه سكريننج يا دكتور؟ يعني ما هواش جود بوزيتيف، نوت جود بوزيتيف، ولكن جود نيجاتيف. يعني ايه جود نيجاتيف؟ يعني لو لقيت البودي ماس اندكس اقل من رقم معين، لو اقل من 25 ففي الغالب الشخص ده طبيعي، اعلى من 25 ممكن ان هي تكون اوبيزيتي، وممكن لا على حسب البودي بيلت بتاعه وبعض الميجرز اللي احنا بنقيسها بعد كده. فده سكريننج ممكن اللي انا اطبقه على كل البوبيليشن. البودي ماس اندكس عباره عن ايه؟ عباره عن بيشوف الوزن بتاع المريض ويقسمه على مربع الطول ان متر، بيقسمه على مربع الطول ان متر، يعني بيشوف البادي ويت ويقسمه على مربع الطول ان متر. النورمال بادي ماس اندكس بيتراوح من 20 ل 25، لو انت فوق ال 25 فده بنقول عليه اوفر ويت. تمام، يبقى اوفر ويت لو فوق ايه؟ فوق ال 25. طيب من اوبيزيتي من اول كام؟ اوبيزيتي من اول عندنا ايه؟ من اول 30. تمام، فعند حضرتك البادي ماس اندكس عندنا من اول 30 اوبيزيتي بالدرجات بتاعتها. البادي ماس اندكس لو فوق 35 فالشخص ده بيكون معاه اوبيزيتي ريليتد هيلث كونديشن زي الدايابيتس والهايبرتنشن، ولو الاوبيزيتي بتاعته فوق 40 ده بنقول عليه سوبر اوبيس. ده بنقول عليه ايه؟ سوبر اوبيس. تمام، طيب تعال نشوف كده. لو مريض البادي ماس اندكس بتاعه فوق 50 ده اللي هو السوبر اوبيز اللي قلنا عليه. ليه يا دكتور اسمه سوبر اوبيز؟ ليه؟ ايه الحاجات اللي هيكون ريليتد ليه زياده عن بقيه الاوبيز؟ لا، السوبر اوبيز يا جماعه سبيشال انتيتي لوحده. ليه يا دكتور؟ الشخص ده يا جماعه صعب جدا ان هو يتحرك. تمام، محتاج سبيشال تشيرز، محتاج ترول ينقله، محتاج حتى الالات الجراحيه اللي هتعامل معاها محتاج الات جراحيه مختلفه عن الطبيعي. صعوبة جدا 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 في التخدير بتاعه. ليه؟ لان الفات ده مترصب حوالين منطقة الاوروفارينكس او منطقة البلعوم بتاعه، والمنطقة دي انا بدخل فيها اندوتراكيال تيوب، صعب اللي انا ادخلها. الحاجة اللي بعد كده ان الشخص ده بيكون معاه ايه؟ بيكون معاه الامراض بتاعت الاوبيزيتي زي الدايابيتس والهايبرتنشن اكتر من الاشخاص التانيين. تمام، طيب الجايد لاينز اهيت زي ما قلت لك اوفر ويت فوق 25 كيلو جرام للمتر المربع، وبيز عندنا من 30 لحد 34.9، سيفيرلي اوبيز من 35 لحد 39.9، موربيدلي اوبيز اللي هو مور ذان 40، او كلمه موربيدلي اوبيز ممكن يكون من 35 لحد 39.9 كيلو جرام بير متر، بس معاه ميديكال كونديشن زي الدايابيتس او الهاي بلاد بريشر وهكذا، اللي هي مضاعفات اكتب عليها اللي هي الكومبليكيشنز اوف دايابيتس او مضاعفات كومبليكيشنز اوف اوبيزيتي او مضاعفات السمنه. طيب دكتور السمنه او الدهون زي ما قلنا يا جماعه ان هي ممكن ان هي تترسب تحت الجلد سبكتينيوس، ممكن هي تترسب في الفيسرا، صح؟ طيب وده هيدين الشكلين المميزين للأوبيزيتي. بعض الناس بتلاقي ان الدهون بتاعتهم متراكمه في منطقه الابر بودي او اللي بنقول عليه ابل شيبد، وبعض الناس بتلاقي ان الأوبيزيتي بتاعتهم متراكمه اكتر في السبكتينيوس تيشو بتاع اللور بودي اللي احنا بنقول عليه ايه؟ بير شيب، الجسم التفاحه او الجسم الكوميسري. طبعا مين الاثنين سيئين عامه، بس مين اسوأ؟ مين اسوأ؟ اللي متجمع عنده في الفيسرا اللي هو الابل شيبت. ليه؟ لان الدهون المتجمعه في الفيسرا دهيت او في الاعضاء الداخليه او في منطقه البطن او في منطقه الكرش بيكون مصحوب معاها زياده في معدل هرمونات في الدم، وزياده للاصابه بامراض السكر والضغط وي وي وي. تمام، طيب فدي الجزئيه ابل شيبت ولا ايه ولا بير شيبت. الابل شيبت بتلاقي ان الويست بتاعتهم لما تيجي تقارنها مع الهيب جوينت او مع الهيب ويست تو هيب سيركمفرنس بتلاقي ان الويست تخين، ويست از مور ذان الهيب سيركمفرنس، ده الابل شيب. انما البير شيب بتلاقي ان الهيب بتاعهم الدايمتر بتاعه اكبر من الدايمتر بتاع الويست، يبقى ويست تو هيب از ليس ذان الهيب او الويست از ليس ذان الهيب سيركمفرنس. طيب زي ما قلنا ان الابل شيب مور دينجرس،
ليه؟ لأن زي ما قلنا بيكون معاه إيه؟ بيكون معاه إفرازات لهرمونات معينة، وجود الفيسرال فات ذات نفسها بتبدأ إن هي تفرز هرمونات، والهرمونات ديت بتؤدي لحدوث ارتفاع في ضغط الدم، تؤدي لحدوث التهاب في الجسم والمفاصل، بتؤدي لحدوث السكر من النوع التاني. تمام؟ طيب مصاب كتينيس فات اللي هو الفات المترسب تحت ايه؟ تحت الجلد عندنا. طيب بعد كده ايه هي بقى الاوبيزيتي ريليتد كونديشن؟ ايه هي المضاعفات بتاعت الاوبيزيتي؟ وهو ده الكلام المهم عندنا اللي فين. اول حاجه عندنا دايابيتس تايب 2. طيب ليه يا دكتور؟ اكتب ان الاوبيز بيشنت بيكون عندهم المستقبلات بتاعت الانسولين مش موجوده، فبيحصل عندهم انسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين، وده هيؤدي لان مستويات الجلوكوز في الدم تبدا ان هي تعلى جدا جدا جدا، فيعمل هايبر جليسيميا، وتبدا تظهر الاعراض بتاعت السكري من النوع الثاني او التايب 2 دايابيتس. الحاجه الثانيه اللي بتحصل هي الهارت ديسيز والهايبرتنشن. المرضى الاوبيز بيبدا ان يحصل عندهم تغيرات هرمونيه تؤدي في نهايتها الى تنشيط السيمباثيك نيرفس سيستم. السيمباثيك نيرفس سيستم لما بيتنشط بيبدا ان هو يرفع ضغط الدم، فالمريض هيجيله هايبرتنشن مع الوقت. الهايبرتنشن ده لما بيفضل لفتره طويله بيأثر على العضلات القلبيه، ويبدا ان هو يعمل هارت فيلير. بيبدا ان هو يعمل هارت فيلير. تمام؟ طيب مش بس الهايبرتنشن بيعمل هارت فيلير، ده كمان لو ارتفع الضغط عن قيم معينه بيؤدي لحدوث حاجه اسمها هايبرتنشن ميدييتد اورجان دامج. هايبرتنشن ميدييتد اورجان دامج، الهارت فيلير واحد منها. تاني حاجه من الهايبرتنشن ميدييتد اورجان دامج الاستروك. تالت حاجه الرينال فيلير. رابع حاجه الريتينال فيلير او الريتينال ايه؟ اللي هي الهايبرتنسيف ريتينوباسي او الريتينال هيموريدجز. فدي كلها مشاكل ريليتد للهايبرتنشن او لارتفاع ضغط الدم. فتلاقي في مشاكل في شبكيه العين، تلاقي المريض جاله فشل كلوي او فشل قلبي او حتى جلطات مخيه نصفيه. تمام؟ طيب الحاجه الثالثه برضو من مضاعفات الدايابيتس الاوستيو ارثرايتس، التهاب المفاصل. اي مفصل عباره عن عظمتين متشاركين مع بعض، العظمتين دولت متغطيين بغضاريف اسمها هايلاين كارتليج. الهايلاين كارتليج دي موجوده عشان تمنع ان العظمتين يحتكوا ببعض، نتيجه لان الوزن تقيل الغضاريف دي بتبدا تحتك وتتاكل، بيحصل تاكل للغضاريف. زي ما احنا عارفين الغضاريف معدل النمو بتاعها بطيء، مش هتتجدد بسرعه، وده معناه ان العظم هيبدا يحتك مع بعضه. العظم لما بيحتك مع بعضه بيعمل بين، يبقى البين ده حصل في المفصل، ففي التهاب في المفصل تم، فحصل اوستيو ارثرايتس. طب الاوستيو ارثرايتس بتتم على المفاصل اللي ضغط الوزن بيكون عليها زياده، اللي هي المفاصل اللي بتتحمل وزن الجسم بصوره اساسيه زي النيز ويليها الهيب جوينت، هيب اند ني. تمام؟ طيب فهتلاقي في ايه؟ هتلاقي في خشونه في المفاصل دي. ايه تاني يا دكتور اللي بيحصل عندنا؟ نفس الكلام برضو، هتلاقي ان في ايه؟ هتلاقي ان في ضغط بيتم برضو على الانتر فيرتيبرال ديسك، على المفاصل اللي بين الفيرتبري، وده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لديسك بروبلم زي الضغط على النيرفس اللي طالعه من الفيرتيبرال كانال. الحاجه دي الرابعه، الحاجه الخامسه والمهمه يمكن هما مش كاتبينها هنا، ان يا جماعه الفات ده بيترسب حوالين الاعضاء بتاعه الاير واي. تمام؟ فهتلاقي ان هو حوفي الفم من الداخل، فهتلاقي ان الاورو فارينكس واللارينجو فارينكس بتاع الشخص مالهم كميه اليومن بتاعتهم ضيقه، اليومن بتاعتهم ضيقه، وده هيقابلني صعوبه جدا 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 في التنفس. المريض بيخش في حاجه اسمها اوبستراكتيف سليب ابنيا. اوبستراكتيف سليب ابنيا اللي هي ايه؟ اللي هي صعوبه في التنفس اثناء النوم. تمام؟ نتيجه لان السوفت تيشوز بتاعه انسجه الجسم بتسد الاير واي، فالمريض بيختنق ويقوم مفزوع من النوم. دي اسمها الاوبستراكتيف سليب ابنيا. وبالمناسبه الشخير او السنورنج يعتبر جزء من حاجات الاوبستراكتيف سليب ابنيا. طيب برضو الاوبستراكتيف سليب ابنيا غير برضو الاوروفارينكس ديبوزيشن او في سويلنج بيتم فيه، ده بيعمل لي صعوبه جدا 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 في معظم العمليات الجراحيه في التخدير، لان انا مش هعرف اركب الاندوتراكيال تيوب، ديفيكالتي انسرتنج الاندوتراكيال تيوب للمريض، وبالتالي صعب ان انا اعرف اعمل العمليه بتاعتي.
فاد بسليب ابني وريسبيراتوري بروبلم. ايه تاني يا دكتور؟ دي رقم 5. رقم 6 يا جماعه، كمان المريض بتاعنا بيكون معاه جاستروسوفجيا ريفلكس، بيكون معاه جاستروسوفجيا ريفلكس. ليه؟ زي ما قلنا ان الاوبيزيتي ديت بتبدا ان هي تترسب حوالين الفايبرز بتاعه الدايفرام، والمعده بتكون دايليتد جدا في الاشخاص اللي هم الاوبيز او واسعه جدا، وده بيؤدي لان جزء من المعده او الصمام ده بيبدا ان هو يتفتح نتيجه لان في اكل كتير او البريشر عالي جدا جوه المعده، فيبدا الاكل يرتجع على اللور اند بتاعه الاسوفجس، ويبدا ان هو يعمل التهاب في جاستروسوفجيا ريفلكس ديسيز. واحنا عارفين ان الجاستروسوفجيا ريفلكس ديسيز او ارتجاع المريء لو اتساب لفتره طويله الكرونيك بيبدا ان هو يحول الميكوزة بتاعه الاسوفجس لنوع من الميكوزة جديد اسمه باريت اسوفجايتس. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها انتستاينال ميتابليزيا. مفروض اللايننج ابيثيليوم بتاع الاسوفجس ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، هذا الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم هيتحول لانتستاينال ابيثيليوم. انتستاينال ايه؟ ميتابليزيا معناها تحول الابيثيليوم بتاع الاسوفجس من نوع ستراتيفايد سكويمس لنوع الانتستاين، ده اللي اسمه البارت اسوفجس. واحنا عارفين ان البارت اسوفجس دي بري مالجنانت كونديشن، يعني لو انت سبتها في ظرف 10 الى 15 سنه الشخص ده بنسبه كبيره جدا هيقلب لاسوفجيال كانسر، لنوع معين من الكانسر بتاعه الاسوفجس اللي هي الادينو كارسينوما اوف الاسوفجس. الحاجه اللي بعد كده، الاشخاص دول بيكون عندهم صعوبه كبيره جدا وريستريكشن للموبيليتي. دي رقم 7، الريستريكشن للموبيليتي ديت او الصعوبه في الحركه بتؤدي لان هم يحصل لهم ديبريشن، فالشخص ده بيخش في ديبريشن. الحاجه برضو كذلك التنمر عليه او البولينج من الاشخاص اللي حوالينه بيبدا ان هو يدخله في ديبريشن، وبيكون مش عايز الاشخاص ان هو يتعامل مع اشخاص فبيقعد في البيت. رقم 8، وجدوا ان الاوبيزيتي كمان نتيجه لان هي بتعبث مع الهرمونات بتاعه الجسم بتبدا ان هي تاثر على الفيرتيليتي بتاعه الاشخاص. بعض الهرمونات اللي بتكون عاليه في الاوبيزيتي هرمون زي هرمون الليبتين بيكون مستوياته عاليه في الجسم، وهرمون تاني بيبدا ان هو يعلي ضغط الدم اللي هو الريزيستن، وديت هرمونات بتبدا ان هي تاثر على الفيرتيليتي بطريقه غير مباشره لان هي بتاثر برضو على الاكسس اللي هو الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان اكسس في الاناث، وهايبوثالاميك بيتيوتري تستيكولار ابسس في الذكور. طيب ايه تاني؟ رقم 9، نتيجه للاوبيزيتي الانترا ابدومينال بريشر بيزيد، والانترا ابدومينال بريشر لما بيزيد بيبدا ان هو يؤدي لظهور الديفكتس الناتجه عن زياده الانترا ابدومينال بريشر، زي مثلا الفتق زي الهرنيا، زي مثلا برضو بيؤدي لظهور الستريس انكونتيننس اللي هو بنقول عليه تساقط البول غير المتحكم فيه نتيجه للستريس او نتيجه للضحك او للكحه، تمام؟ وبرضو بيؤدي لحدوث البلفيك اورجان برولابس او سقوط الاعضاء الموجوده في البلفس، تمام كده؟ طيب فديت هي المضاعفات اللي بتحصل مع الاوبيزيتي على مستوى ايه؟ على مستوى الجسم كله. طيب تعالى نبدا نتكلم على الكوزز بتاعه الاوبيزيتي، يا ترى ايه الاسباب بتاعه السمنه؟ اول حاجه في جيناتيك كوزز، وديت موجوده مثلا في البرادر ويلي سيندروم. الاطفال دولت المولودين بالبرادر ويلي سيندروم بتلاقي ان هم تخان او اوبيز دايما. طيب بعد كده عندنا في بيهيفيرال فاكتور، وديت لاحظناها مثلا لما نيجي نقارن دول زي دول العرب مع دول زي دول مثلا انجلترا، هتلاقي الفرق بين الاشخاص دولت ايه؟ هتلاقي الفرق بين الاشخاص دولت ان في انجلترا مش لازم ان حد ياكل في جو عائلي، احنا عندنا الوجبات بتاعتنا بناكل مع بعض في وبناكل واحنا بنتفرج على التلفزيون، بره هم لا بياكلوا بدون ما يتفرجوا على التلفزيون. الحاجه الثالثه، احنا اهل كرم كدول عرب، فطبيعي ان انت بتحط الطبق بتملاه اكل، تمام؟ انما هم بره لا، تلاقي ان الطبق فيه قطعتين بس خضار وقطعه لحمه وكميه الكربوهيدرات الموجوده سواء رز او خبز او الحاجات دي مش هتلاقيها موجوده، تلاقي ان هي كميه قليله جدا 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 لان هم مش معتادين عليها، تمام؟ طيب فدي كلها حاجات بتبدا ان هي البيهيفير بنعملها تبدا ان هي تاثر على ايه؟ على مين يجي له اوبيزيتي ومين لا. طيب العلاج بتاع الاوبيزيتي يا ترى ازاي؟
عندنا كذا طريقة ممكن أعالج بيها الأوبيزيتي. في عندنا النون انفيزيف، ودي بتعتمد على الاكسرسايز والميديكال تريتمنت، وفي عندنا الانفيزيف بس نوت سيرجيكال زي اللي بتتعمل بالاندوسكوب زي البالونة، بالونة المعدة، وفي عندنا الانفيزيف السيرجيكال اللي هي البالياتريك سيرجري أو الجراحات بتاعت إيه؟ الجراحات بتاعت التخسيس اللي هنتكلم عنها في التفصيل. تعال نتكلم واحدة واحدة كده، ونبدأ بالنون انفيزيف تريتمنت. الدايت، ان انت تحافظ على السعرات الحرارية اللي الشخص بياخدها. المفروض مثلا الاوبيس بيشنت لو هو وزنه 40 كيلو جرام، فانا محتاج عدد سعرات حرارية معين، تمام؟ طيب، ونفترض مثلا عشان يحافظ على وزنه، ونفترض ان هو عايز 3500 سعرة حرارية. انا عايز اقلل الوزن، عايز اوصل لوزن 30 كيلو جرام، يبقى انا محتاج اقلل السعرات الحرارية، اريديوس الكالوريز بتاعتك. طيب الحاجة اللي بعد كده، برضو انا عايز احرق سعرات حرارية غير اللي انا قللت السعرات الحرارية، عايز احرق سعرات حرارية اكتر، عايز اعلي الميتابوليزم بتاع الجسم او عمليات الايد بتاعت الجسم. فبنصح المرضى بان هم يعملوا اكسرسايز، وان كان اكسرسايز بسيط جدا زي الووكينج، يحتاجوا على الاقل يمشي 40 دقيقة 5 مرات في الاسبوع. بعدين behavioral modification، لما يجي وقت الاكل لازم ان هو هياكل 3 وجبات بس في اليوم، مفيش سناكس في اليوم، مش هياكل في اي وقت تاني غير اوقات الوجبات المسموحة. الحاجة التانية، لما هيجي ياكل هياكل لوحده، مش قدام التلفزيون ولا في تجمع عائلي، تمام كده؟ طيب، وبعدين يهتم بمضغ الاكل، chewing الفود، ويبدأ ان هو يطول المدة اللي بياكل فيها، والوجبات بتاعته موجودة في طبق واحد. طيب ايه الدراجز اللي ممكن اكتبها له؟ عندنا بعض الاباتايت سابريسنت، بعض ادوية بتقلل الشهية، وبعض الانتي ديبريسنت برضو ليها اباتايت سابريسنت افكت، وانصحه بان انا اكتب له ادوية تقلل الامتصاص بتاع الدهون زي الكوليسترامين على سبيل المثال، ده بيقلل امتصاص ايه؟ امتصاص الدهون. طيب بعد كده الديس ادفانتج بتاعه النون انفيزيف ثيرابي، هل كل المرضى يلتزموا؟ لا. ليه؟ بالذات يا جماعه ان الحاجات بتاعه الميديكال ثيرابي والدايت والاكسرسايز محتاجه ان الشخص يكون ملتزم، تمام؟ طيب كون ان الشخص مش ملتزم فهو مش هيقدر يكمل عليه على لونج تيرم، فهو هيلاقي نفسه بيقل 5 كيلو و 20 كيلو وبعدين بيرجع يزيدهم تاني، وده اللي اسمه اليويو افكت. وجدوا في الدراسات ان 95-97% من الاشخاص اللي مشوا وفقدوا وزن عن طريق الدايت والاكسرسايز والميديكال تريتمنت، ايه اللي حصل لهم؟ في ظرف 2-5 سنين رجعوا تاني للوزن بتاعهم قبل ايه؟ قبل بدء الدايت والاكسرسايز، تمام. الحاجة التانية ان الدراج تريتمنت بيحصل منه سايد افكت ومضاعفات كتير، فالميديكال اوبشن واللايف ستايل ما بيحققوش النتيجة المرغوبة بصورة كبيرة، تمام. طيب وده اللي هيدخلينا نتكلم على الانفيزيف بروسيجر. اول حاجة اللي هي بالونة المعدة، وديت عبارة عن ايه؟ ديت عبارة عن بالونة بيتم تركيبها بالاندوسكوب. البالونه ديت بيتم نفخها عن طريق ماده الميسيلين بلو، بنفخ لحد 500 سي سي. الفكره في البالونه هي ان انا بحط جوه المعده او بحجز جزء من مساحه المعده، بحيث الجزء المتبقي من مساحه المعده يكون قليل جدا. البالونه حاجه كويسه طبعا، ما هياش انفيزف للدرجه الكبيره ديت، حاجه بسيطه بتقدر ان هي تنزل وزن المريض من 25-30 كيلو جرام، وهي سيمبل بروسيجر زي ما قلت، وشورت، ممكن ان هي تتعمل تتركب في ربع ساعة والمريض يمشي. بس مشكلتها الوحيدة اللي انا لازم اشيلها بعد 6 شهور، لازم تشيلها بعد ايه؟ بعد 6 شهور. طيب واول ما بتشيلها ايه اللي بيحصل؟ المريض هيرجع وزنه تاني، صح؟ لان هو هيرجع ياكل زي الاول، لان الجزء من المعدة اللي كانت البالونة محتلة ما عادش موجود، وبالتالي المعدة كبيرة هيبدأ ياكل زي الاول. طيب احنا بنستخدم البارياتريك سيرجري او الانترا جاستريك بالون بصورة اساسية عشان قبل العمليات، بنستخدمها از ادجوفنت للبارياتريك سيرجري عندنا. يعني لو مريض مثلا وزنه 400 كيلو جرام، في ناس كده تمام، انا عايز اللي انا اوصله لي وزن مثلا كام؟ عايز اوصله لوزن 300 كيلو جرام عشان اقدر اعمل له عملية مثلا. فابدأ اللي انا ايه؟ ابدأ اللي انا اركب له البالونة ديت، وبعد 6 شهور اذا وصل ل 300 كيلو جرام ببدا ان انا اعمل له احد العمليات اللي هي البارياتريك سيرج، تمام كده؟ طيب انا لما قللت وزنه استفدت ايه؟ استفدت اللي انا قدرت اللي انا اعمل له العمليه،
تمام. ليه؟ لان عند وزن 400 كيلو جرام ده انا مش قادر اعمله عمليه. ليه؟ هو ايه السوبر اوبيز يا جماعه؟ سوبر اوبيز زي ما قلت لك دول كاتيجوري لوحدهم، محتاجين ادوات جراحيه، اماكن لوحدهم يقعدوا فيها، النقل بتاعهم صعب جدا، تمام. طيب بعد كده نتكلم على مين؟ على البارياتريك سيرجري المختلفه. بارياتريك سيرجريز المختلفه عندنا كذا اوبشنز فيها، هي كلها بتهدف في النهايه ان انا يا اما اقلل امتصاص الاكل، اقلل الابزوربشن بتاع الاكل عن طريق الاكل، ان الشخص بياكله ابدا ان انا اخليه يتجاوز جزء كبير من الامعاء الدقيقه عن طريق عمليات تحويل المسار، يا اما بدل ما ان احنا نقلل الامتصاص بتاع الاكل اقلل السايز اوف ذا ستومك، اقلل السايز اوف ذا ستومك زي عمليات تكميم المعده او السليف اوبريشن. طيب العمليات ديت في النهايه عملت لي ايه؟ كون ان هي قللت لك الوزن فهي قللت لك ايه؟ قللت لك الموربيديتي والمورتاليتي اللي بتحصل نتيجه للاوبيستي. الحاجه الثانيه اللي عملتها لي برضو العمليات ان هي حسنت الميتابوليزم بتاع الشخص، وبالتالي حماته من ان هو يخش في المضاعفات زي السكر والهايبرتنشن. طيب ايه تاني؟ قللت لي المكان اللي بيقعد فيه الاكل لفتره طويله، ريديوس الفود ريزرفوار اللي بيحصل في الامعاء. الحاجه اللي بعد كده خلت الاكل يعدي على الامعاء بسرعه، قللت المرحله او الوقت اللي بيعدي فيه الاكل، يعني زودت الترانزيت بتاع الاكل، زودت ان الاكل يعدي بسرعه من خلال الامعاء. طب امتى اعمل عمليات؟ لو المريض البي ام اي بتاعه فوق 40 او لو فوق 35 ومعاه مضاعفات زي الاوسترو ارثرايتس او الديسك او الدايابيتس او الهايبرتنشن او زياده الدهون في الدم او الاوبستراكتيف سليب ابني وهكذا، يعني الحاجتين او الكاتيجوريز اللي كنا بنقول عليها الموربيدلي اوبيز، الموربيد اوبيزيتي او الموربيدلي اوبيز بيشنت، هم دولت اللي لازم اعملهم جراحه، تمام. طيب البري ريكويزيت للعمليه عشان اخلي البروجنوزس بتاع العمليه كويس، هخلي المريض بعد ما يعمل عمليه يفوق يبقى كويس. الايدج مثلا عندك لازم الايدج يكون من سن 18 ل 65، الفئه العمريه دولت ما بيحصلش عندهم مضاعفات كتيره من التخدير ومن العمليات. الحاجه اللي بعد كده لازم المريض يكون سايكيكلي ستيبل، يعني ايه؟ المريض تكون صحته النفسيه كويس، ما عندوش اي مشكله في الصحه النفسيه، تمام. طيب يعني ايه عشان يكون واخد القرار عن اقتناع؟ الحاجه اللي بعد كده ان هو يكون ليه نورمال ايتينج بيهافير، يعني بياكل بالطريقه العاديه اللي بياكلوا بيها الناس، ما بياكلش بنهم، تمام. تكون الهرمونات بتاعته كويسه، نورمال اندوكراين فانكشن. يكون هو عايز ان هو يعمل العمليه وعايز يتابع بعد العمليه، ويكون فات للسيرج، لازم ان صحه وظائف اعضائه تكون كويسه عشان يقدر ان هو يعمل العمليه، ويكون استنفذ الحلول الباقيه اللي قبل العمليه. الحلول الباقيه اللي قبل العمليه زي الدايت والاكسرسايز لازم يكون ايه مستنفذ. فعشان كده عمليات البارياتريك سيرجري مش الجراح بس اللي المفروض يقول او يحدد مين يعمل عمليه ومين ما يعملش، لا، لازم ان يكون في مالتي ديسيبلينري ابروتش، يعني ابروتش بين او اجتماع بين لجنه من ثلاث دكاتره، النيوتريشنست اللي هو الدكتور المتخصص في التغذيه، السايكياتريست اللي هو الدكتور بتاع الصحه النفسيه، وكمان السيرجري او الدكتور اللي هيعمل العمليه. قرار لازم يتاخد من الثلاثه دولت مش من واحد بس. طيب البارياتريك سيرجري محتاجه سبيشال سيركمستانسز او ظروف خاصه. معظم المرضى اللي انت هتعمل لهم الجراحه اوبيز، صح؟ موربيدلي اوبيز، مش اوبيز بس، وزنهم تقيل، صعب ان احنا ننقلهم ونحركهم، صح؟ صعب ان احنا نحطهم على السيرجيكال تيبل، صعب ان احنا نخدرهم، نتيجه زي ما قلت لك ان انا ادخل الاندوتراكيال تيوب صعب جدا، تمام. طيب فانت هتقابل صعوبات كتيره بتحاول ان انت تتجاوزها. احنا عندنا العمليات زي ما قلنا يا اما عمليات بتعمل ريستريكشن، يعني بتقلل السايز بتاع الامعاء، بتقلل السايز بتاع المعده بصوره اساسيه زي السليف اوبريشن، تمام. وفي عمليات تانية بتعمل مال ابزوربشن. ويعني ايه مال ابزوربشن؟ يعني بتقلل الامتصاص بتاع المغذيات اللي الشخص بياكلها، وده عن طريق ان انا اخلي الاكل يبايباس جزء كبير من الامعاء الدقيقه ويخش على طول ناحيه ايه؟ ناحيه اخر جزء من الامعاء الدقيقه ومنه الى الامعاء الغليظه على طول. ودي عمليات ايه؟ التحويل بتاعه المسار او الجاستريك بايباس، تمام. وفي كومباينيشن اللي هو انت عملت الاثنين مع بعض، ريستريكشن مع ايه؟ مع مال ابزوربشن زي عمليات الرو ان واي، بعض عمليات تحويل المسار، والسنجل انستموزس جاستريك باي باس، بوصل جزء من المعده مع الامعاء برضه، تمام. تعالى نتكلم عنهم واحده واحده كده ونشوف ايه اللي بنعمله بالايه بالتفصيل. نبدا باول حاجه
دي حاجة كانت بتستخدم زمان ما عادش بتستخدم دلوقتي، حاجة اسمها adjustable sialistic gastric banding. دي عبارة عن ايه؟ كان بيجيبوا sialistic tube، حاجة من الاستلس او انبوبة من الاستلس، بيلفوها حوالين نص المعدة كده، بتبدأ وبتوصلها بزرار، الزرار ده بنسيبه تحت الجلد، تمام. المريض لما بيجي ياكل بيبدأ ان هو ايه، يضغط على هذا الزرار. طيب لما بتضغط عليه بتبدأ ان هي تقفل اليومن بتاعة المعدة او تضيق المعدة. فدي ببساطة ال adjustable sialytic gastric banding او اللاب banding، تمام. هي قللت السايز بتاع المعدة فهي restrictive operation. هل نجحت في تقليل الوزن؟ تقريبا ال average weight loss تقريبا 50%. طيب الادفانتج بتاعها ان انت ما قطعتش المعدة، ما عملش اي حاجة. والحاجة اللي بعد كده، المشكلة اللي حصلت منها ايه؟ المشكلة اللي حصلت منها ان انت حاطط فورين ماتيريال تحت الجلد، وديت كسورس اوف انفكشن وبنتريشن كمان عالي جدا جدا جدا، ممكن تخترق الجلد وممكن تخترق المعدة وممكن يحصل حوالينها انفكشن. طيب ازاي كنا بنركبها؟ بتعمل انسيجن عندنا في الجلد بتاع البطن، وبتدخل التروكار، واللي هو زي ما قلت لك دي حاجه بخلي فيها الانسيجن بتاعي او الفتحه اللي عاملها مفتوحه، ومن خلال التروكار ببدا ان انا ادخل السايلستيك تيوب والانسترومنتس بتاعتي والفها حوالين المعده، اعمل باندنج للمعده. وبعدين ببدا ان انا احط البطن او الزرار اللي بضغط عليه تحت الجلد، وبعدين بنفخ ايه، بنفخ بالونه عشان تقفل لي ايه، تقفل لي الفتحه بتاعت المعده. الفود لما بيعدي هيبدا ايه، المعده ضيقه، يبدا الفود ما يملاش المعده. دي الطريقه الاولى. بعد كده الطريقه الثانيه السليف جاستريكتومي، وهنا كنا بنستأصل جزء من المعده، ناخد جزء من المعده كده ايه، نستأصله. طب الجزء الباقي ده دكتور كنت بدبسه، يبقى دي عباره عن تكميم المعده وتدبيس الجزء الباقي. تكنيكالي هي ايزي، مورتاليتي بتاعتها قليله جدا، يعني نص من 100%، بس المشكلة المضاعفات اللي بتحصل معانا. البروسيجر كان بيتم ازاي؟ كنا بنبدأ ان احنا نفتح برضو جدار البطن، تمام. ده كان زمان، دلوقتي العملية دي ممكن تتعمل بلابروسكوب عادي. لابروسكوب ليه؟ في دباسة دلوقتي بتقطع وبتخيط في نفس الوقت، تمام. طيب فبتبدأ ان انت تقطع، فدلوقتي بتتعمل بلابروسكوب، بتبدأ ان انت تقطع الجدار بتاع المعدة بالمنظر ده كده، وتبدأ ان انت ايه، تخيط بالدباسة، تمام. طيب المفروض الطبيعي ان المعدة تقدر ان هي تدستند اب تو ان هي تاكواير 1.5 لتر تقريبا من الاكل. بعد العملية هي تقدر ان هي تاكواير بس وايه، 150 مللي بس. طيب الادفانتج بتاعت الموضوع ده، طبعا هي لابروسكوبك، ف يعني المريض بعد العملية يقدر ان هو يقوم بعدها بست ساعات، يقدر يقوم ويتحرك عادي، تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده، الكومبليكيشن اللي حصلت من العملية. أول حاجة، واحدة من السلابس ديت أو واحدة من الدبابيس دي لو فكت هتبدأ إن هي تعمل إيه؟ يحصل ليك، الليك ده يعمل بريتونايتس على طول. الحاجة التانية، ممكن يحصل نزيف بليدي. الحاجة التالتة، مع الوقت الناس اللي عاملين تكميم للمعدة لقينا إن وزنهم بيرجع تاني وبيزيد، وده يمكن تفسيره ان المعده اللي موجوده عندهم او الجزء من المعده الموجود عندهم ابتدى ان هو يحصل له دايلاتيشن، ابتدى ان هو يكبر ويوصل، تمام. وده اللي لاحظناه بعد متابعه الاشخاص دولت لثلاث او اربع سنين. طيب بعد كده ناخد ايه، ناخد الباي باس سيرجي، ونبدا بالرو ان واي باي باس سيرجي اللي هي عمليه تحويل المسار. طبعا عمليه تحويل المسار اصعب شويه من عمليه التكميم بتاع المعده. العملية دي بيتم فيها ان انا بقص حتة من المعدة، تمام كده، اعمل باوتش من خلالها، واجيب الباوتش ده اوصله مع مين؟ اوصله مع لوب من الجيجنو. يبقى اجيب الباوتش ده اوصله مع لوب من ايه؟ من الجيجنو. الحتة الصغيرة اللي انت سبتها في المعدة دي بتقدر ان هي تستحمل قد ايه؟ تستحمل تقريبا 30 مللي من الاكل، ماشي كده. طيب الويت ريدكشن اللي بيتم بعد عمليات الرو ان واي عالي جدا، بيوصل ل70%. طيب عشان كده بنقول عليها الباوتش تول، زي ما قلنا باوتش تول، لان احنا بناخد باوتش من المعدة. بنعمل سمول انسيجن، وبدخل برضو التروكار، ومن خلاله بدخل الانسترومنتس المختلفة اللي عندنا،
باخد حته من المعده اللي هي الباوتش، والحته دي اتاتش للاسوفجس، وباجي على الحته ديت اوصلها مع مين؟ اوصلها مع لوب من الجيجنا، وبقيه المعده من الانزيمات اللي هي بتطلعها، وبقيه الديودنم بالانزيمات اللي بيطلعها من خلال والبنكرياس اللي بيطلعها، بتبدا ان هي تقابل الاكل في حته تحت خالص في الجيجنا، في حته تحت خالص في الجيجنا، بيحصل هضم للاكل وامتصاص لجزء قليل جدا من الجيجنم، وبعدين الاكل بيحصل له ايه؟ بيخش على اللارج انتستين على طول. تمام، فديت الفكره. وكل ما كانت الجزء اللي هو الاناستموزس سايت، ايه الاناستموزس سايت ده دكتور؟ اللي هو المكان اللي انت وصلت بين الديودنم وبين الجيجنم، المكان ده الاناستموتيك سايت ده. كل ما كان بعيد اللي هو ناحيه اللارج انتستين، كل ما كان اللي هو مور ديستال يعني، كل ما كان الويت لوس اعلى بكتير. ليه كل ما كان بعيد كل ما كان الويت لوس اعلى؟ لان انت مثلا هنا اتبقى لك ان الامعاء تعدي او الاكل يعدي على الاليوم. الاليوم الامتصاص بتاعه مثلا تلت بس الاكل، يبقى تلت الاكل اللي همتص. تعرف انت لو خليت الوصله بين الجيجنم، الاكل نزل هنا فالاكل عدى على الجيجنم الاول، الجيجنم بيمتص تلت الاكل والاليوم هيمتص تلت، فانت كده امتصيت تلتين من الاكل. انما كل ما انت لو جيت الوصله حطيتها ناحيه الاليوم، كل ما كنت ديستال كل ما كان امتصاص الاكل اقل، كل ما كان زياده الوزن اقل، وكل ما كان فقد الوزن زياده. تمام، ذا مور ديستال ذا مور ويت لوس. طيب بعد كده عندنا عمليه اسمها سنجل انستموزس جاستريك باي باس. هنا ما بيقطعش باوتش من المعده ولا حاجه. ده هنا بياخد ايه؟ بياخد سليف من المعده، مش مجرد ايه؟ مش مجرد باوتش. السليف ده اللي هو النيو ستومك، اللي هو الجزء الجديد من الستومك. ايه ده يا دكتور؟ يعني انت عملت سليف اوبريشن؟ نوعا ما عملت سليف اوبريشن وعملت باي باس، عملت الاثنين مع بعض. يبقى ديت عباره عن سليف جاستريكتومي، والسليف اللي انت سبته او الجزء من المعده اللي انت سبته ابتديت ان انت عملت له اناستموزس مع الجيجنوم. عملت له اناستموزس مع مين؟ مع الجيجنوم. تمام؟ طيب فديت اللي هي ايه؟ دي بنقول عليها سيمبل اناستموزس جاستريك باي باس. الاثنين مع بعض. سنجل الاثنين مع بعض. تمام؟ طيب فهي تعتبر اسهل من الرو ان واي. الكلام ده تكنيكالي، بس هما الاثنين زي بعض. انت قللت عملت ريستريكتيف افكت، وفي نفس الوقت عملت مال ابزوربشن، يبقى ديت كومباينيشن بين الريستريكتيف والمال ابزوربشن. تمام؟ طيب الجزء ده من المعده لسه موجود مكانه، انت حضرتك تقدر ايه؟ تقدر لو المريض عايز يرجع عن كلامه تقدر ان انت توصل السليف ده مع المعده وخلاص. تمام، يعني تقدر ان انت تريفرسبل الموضوع لان المعده ما اتشالتش ولسه حيه. الديس ادفانتج ان هي ايه؟ ملهاش ريزلت معينه قوي. تمام، ليه؟ لان الاتاتشمنت او الانستوموتيك سايد بيكون بروكسيمال. طيب في نيو بروسيجرز موجوده؟ في نيو بروسيجرز زي الجاستريك بلايكيشن. جاستريك بلايكيشن اللي هي ربط المعده، بدل ما ان هم بيقطعوا جزء من المعده عن طريق السليف او التكميم، لا هنا ربط، بيربطوا الجزء ده بخيوط جراحيه. تمام، طب ايه مشكله البلايكيشن؟ ان ممكن الجزء اللي انت ربطته نتيجه لان الخيوط الجراحيه بتاعتك مضغوط عليه جامد ممكن تقطع البلاد سبلاي بتاعه، وده بيبدا ان هو يعمل ايه؟ وده بيبدا ان هو يعمل نيكروزس، فهتلاقي اجزاء من جدار المعده ماتت. طيب في السليف باي باس اللي هي تكميم معده مع تحويل مسار، الاثنين مع بعض. وفي حاجه جديده اللي هي عمليات تكميم المعده من خلال البيكيني لاين اللي بيقولوا عليها دي. دي اسمها ناتشرال اورفيس ترانس سيلوميك اندسكوبيك سيرجري. ده هنا هم هنا اكشوالي مش بيعملوها من البيكيني، ده يا جماعه ما بيقطعوش اصلا جزء من جلد البطن. امال بيعملوا العمليه ازاي؟ في الاناث في الفيميل ممكن يعملوا العمليه ديت من خلال الفاجن، حاجه اسمها ترانس فاجينال اندسكوبيك سيرجري. وفي الذكور ممكن يعملوها من الريكتم، ترانس ريكتال اندوسكوبيك سيرجري. طب هو ايه الفكره يا دكتور؟ ليه من الفاجن ومنين من الريكتم؟ لان من خلال الفاجن او من الريكتم اللي هي ناتشرال اورفيس، في عندنا فوق حاجه اسمها دوجلاس باوتش. من الدوجلاس باوتش ده تقدر ان انت توصل للبرتون لحد المعده فوق. تمام كده؟ طيب طبعا عمليه انت كل ده هدفك ان انت ما تعملش جرح ظاهر على الجلد بتاع البطن. تمام؟ بس المشكله ايه؟ العمليه صعبه. طيب بعد كده عندنا السنجل انسيجن لاب سيرجري.
وهنا احنا بنعمل انسيجن واحد بس عندنا، والانسيجن ده بيكون في الامبلايكس كمان. تمام. طيب وبنعدي جهاز معين بيبدأ ان هو يعمل ايه، بيبدأ ان هو يعمل الجراحة. كل العمليات دي محتاجة حاجة مهمة بعد العمليات اسمها بوست اوبرتيف كير. ايه البوست اوبرتيف كير؟ المعدة اللي انت استأصلت جزء منها او عملت له تكميم دهيت، كانت بتفرز اتش سي ال وبتفرز هرمونات، او سوري بتفرز انزيمات مهمة جدا في تكسير البروتينات. حلو. طيب الحاجة التانية، انت كده متوقع ان المريض عنده ايه؟ عنده بروتين مال دايجيشن، عنده عسر هضم في البروتينات، وبالتالي المريض ده امتصاص البروتينات بتاعته هيكون قليل، فالمريض ده محتاج اعوضه ان انا اديله هاي بروتين دايت. الحاجه الثانيه الاتش سي ال ده يا جماعه بيأين الكالسيوم والحديد، وبيحولهم من الصوره بتاعتهم اللي هي المؤكسده للصوره الغير مؤكسده. فكون ان انت ما فيش اتش سي ال، الكالسيوم لن يتم امتصاصه ولا الحديد هيتم امتصاصه. عشان كده محتاج ان انا ادي للمريض مالتي فيتامين واعوضه بالذات مع الحديد والكالسيوم. تمام. طيب فالمريض بتاعك بعد العمليه لازم يمشي على دايت البروتين اللي فيها عالي، الفات اللي فيها قليل، والكربوهيدرات اللي فيها قليل. يمشي على دايت فيها مالتي فيتامين، وياخد المالتي فيتامين مرتين في اليوم مش مره واحده. حاجه اللي بعد كده عندنا ايه؟ المرضى بتوعنا دولت اكثر عرضه للاصابه بالحصوات المراريه. طب ليه يا دكتور هم اكثر عرضه للاصابه بالحصوات المراريه من الاشخاص غيرهم؟ اكتب يا سيدي نتيجه لان جسم الاشخاص دولت بيبدا ان هو يكسر يا شباب الدهون الموجوده في الجسم. صح، هو فقد الوزن عباره عن تكسير دهون الجسم. تكسير بتاع الدهون ده بيتم عن طريق الليفر، والليفر تكسير الدهون بينتج عنه كوليسترول. الكوليسترول ده بينزل في مين؟ بينزل في القنوات المراريه. طب الكوليسترول ده يا دكتور هيحصل له ايه؟ هيبدا ان هو يتجمع. الكوليسترول لما بيتجمع بيعمل حصوات كوليسترول، كوليسترول ستون. فالريسك بتاع الجول بلادر ستون عالي جدا 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 في الاشخاص دول. عشان كده انا محتاج الكوليسترول ان هو بياكله لا يتم امتصاصه، والبايل اللي بيطلع من الليفر وينزل على الجي اي تي لا يتم امتصاصه مره اخرى عن طريق الانتيريو هيباتيك سيركيليشن. ففي الحاله دي اتعدل المريض بتاعي يورسي دايول، حاجه عشان تقلل الامتصاص بتاع الكوليسترول من الامعاء. طيب الحاجة اللي بعد كده لازم يظبطوا الايتنج هابت بتاعتهم، لازم ان هم بالذات في عمليات تكميم المعدة. ليه يا دكتور يظبطوا الايتنج هابت؟ ان هم ياكلوا بطريقة منتظمة، يمضغوا الاكل بالكامل، بلاش ياكلوا لحوم ها غير ناضجة. تمام كده. طيب بعد كده البوست اوبرتيف تاستس اللي بعتمد عليها، تنساش برضو غير الانزيمات والاتش سي ال في حاجه تانية مهمه عندنا وهي فيتامين بي 12. برضو ده كان بيخرج من المعده حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، فالاشخاص دولت هتلاقي عندهم ديفيشنسي من الحاجات ديت يا جماعه، كالسيوم، الحديد، الفيتامين بي 12، لازم ياخدوا سبلمنتس منها كويس جدا. طيب محتاج اعمل نيوتريشنال وميتابوليك بلاد تيست كل فتره، بقى كل 6 شهور او كل 12 شهر بعد العمليه لازم اللي انا ايه اتابع. بعد كده بوست اوبريتيف بودي كونتورنج. الاشخاص دول بالذات الاشخاص اللي كان عندهم سيفير اوبيزيتي بعد لما عملوا عمليات تكميم المعده او عمليات تحويل المسار، لاحظوا ان معدل فقدهم للدهون بتاعه تحت الجلد كتير، وده ادى لان الجلد بتاعهم بقى ريدندنت، بقى فلابي، بقى واسع، بقى عندهم زوائد جلديه كتير جدا، بالذات في الاماكن اللي كانت تخينه جدا زي الابدومن، زي الباتوك، زي البريست. فابتدى يحصل ايه؟ ابتدى يحصل ابدومينال سكين اوفر هانجنج، ابتدى يحصل بيندولس بريست، والاشخاص دول اضطروا ان هم يعملوا عمليات جراحيه عشان يرجعوا الجلد بتاعهم لازق تاني زي الطبيعي. تمام. طيب فدايما بقول لك ان بين الجاستريك باي باس وبين البلاستيك سيرجي بروسيجر من 12 ل 18 شهر. بيعملوا ايه؟ بيبداوا ان هم يرفعوا، يعملوا باتوك ليفت، ساي ليفت، تثبيت للصدر، ماستوباكسي، اللي هي ايه؟ الجلد الزياده يا جماعه. الشخص الاوبيز بيكون ايه؟ بيكون عنده اوفر هانجنج سكين بالمنظر ده كده. بتلاقي البريست بتاعه نازل اوفر هانجنج، او بينديلس بريست، تلاقي اوفر هانجنج ابدومن، تلاقي الباتوك بتاعتهم نازل منها سكين، تلاقي الساي بتاعتهم السكين اللي فيها كتير. تمام. فهم محتاجين ايه؟ محتاجين اوبريشن عشان يظبطوا الحاجات ديت كلها. ديت بتتم عند جراحات ايه؟ جراحات التجميل. الكومبليكيشن اوف البارياتريك سيرجري هي ايه؟ اول حاجه طبعا
زي ما قلنا ان المرضى بتوعنا بالذات السوبر اوبيز صعب جدا ان انت تتعامل معاهم، صعب تركب اندوتراكيال تيوب، صعب تنقلهم، صعب تعمل لهم سي تي. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده، المرضى دول يا جماعه بيقعدوا لفتره طويله بعد على السرير بعد العمليه، فكون ان هو اوبيز وهيقعد لفتره طويله بعد العمليه فالريسك بتاع الدي في تي بيعلى. الحاجه اللي بعد كده، بعض المرضى الانستيزيا بتبدا ان هي تدخلهم او تدخلهم في حاجه اسمها ايه، انستيزيا ميديتد كوما. تمام. وبيضطروا في الحاله دي ان احنا نحطهم على ميكانيكال فنتيليشن. طيب الحاجه اللي بعد كده عندنا بوست اوبرتيف، ممكن يحصل ليك لسوتشر من السوتشرز اللي انا مخيط بيها المعده او عامل بيها الباي باس، او واحده من الستيبلز اللي انا عاملها او الدبابيس تبدا ان هي تفك، فهتبدا ان هي تعمل انستموتيك ليك، او ممكن هي تعمل نزيف. تمام. ممكن وانا في العمليه اجرح اي فايتال اورجن زي السبلين زي الاسوفجس. والحاجه اللي بعد كده بعد العمليات لونج تيرم هيحصل اكسس سكن، وده محتاج ايه؟ محتاج ان هو يتم التعامل معاه. طيب ما تنساش الفيتامين ديفيشنسي والنيوتريان ديفيشنسي، هيحصل للمرضى دول هير لوس، وده متوقع، ده حاجه مؤقته. وعلاجه ان احنا نهتم بالبروتينات والفيتامينات، نديله اكسس بروتين اكسس فيتامينز في الاكل. بعد كده بوست اوبرتيف ديبريشن، وده طبيعي بعد العمليه تلاقي ان هو عنده ديبريشن، بيتم الناس بتبعد عنه، بيكون عنده مشاكل مع الاكل، وهكذا. طيب يا ترى البارياتريك سيرجري مهمة؟ يعني تستاهل الضجة المعمولة عليها؟ تستاهل ان انا لو اوبيز اعملها؟ طيب تعال نشوف كده الكلام ده حقائق. اول حاجة عندنا ان البارياتريك سيرجري قللت من الكوموربيديتيز الريليتد للاوبيزيتي، يعني قللت من الاصابة من الضغط، ايفن عالجت بعض المرضى اللي كان عندهم دايبيتس تايب 2. طيب الحاجة التانية، مفيش ميديكيشن، مفيش سايد افكت. الحاجة التالتة، حسنت اللايف اكسبكتنسي بتاعت الاشخاص، وده هقول لك دوكيومنت. بص كده، في عبارة عن جدول مقارنة بين الاشخاص الاوبيز اللي عملوا عمليات البارياتريك سيرجري وبين اللي ما عملوش، وابتدينا ان احنا نتابعهم مين مات الاول. لقينا اللي عملوا العملية ال 10 year survival بتاعهم او 15 فرد منهم بس اللي ماتوا، انما لما جينا قارناهم في ال 10 year survivor بتوع اشخاص ما عملوش العمليه، لقينا ان تقريبا في 25 شخص ما عملش العمليه مات. فهي حسنت اللايف اكسبكتنسي وقللت المورتاليتي كمان. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده، ان السيفتي بتاعت العمليات زادت. يا جماعه دلوقتي العمليات، زمان كانوا بيعملوها اوبن سيرجي، دلوقتي كله لابروسكوب. تمام. كله لابروسكوبك بروسيجر، كومبليكيشن قلت جدا جدا جدا. طيب مين هيستفاد اكتر يا جماعه من البارياتريك سيرجي اللي البي ام اي بتاعه او البادي ماس اندكس بتاعته فوق ال 40؟ تمام كده. طيب لو انت دكتور جمعت لي كده الشخص يقدر ان هو يفقد وزن قد ايه من وزن جسمه بعد البارياتريك سيرجي، يقدر يخسر 61% يا جماعه من وزن الجسم، والنسبه ديت مختلفه بين كل عمليه للتانيه. طب المورتاليتي قلت قد ايه؟ المورتاليتي قلت بمعدل 1%. والسايد افكت اللي كانت بتحصل من الجراحات زمان ابتدت ان هي تقل. طيب الدايابيتس اتحسن، 77% من المرضى من السكر تايب 2 لما عملوا البارياتريك سيرجري اختفى عندهم السكر تايب 2. الهايبر تنشن 62% من المرضى اختفى عندهم الهايبر تنشن. الاوبستراكتيف سليب ابنيا 86% من المرضى اختفى عنهم الانسداد بتاع الابر ايرواي وصعوبه النفس، واختفى عنهم الشخير اثناء النوم. فدي كلها نسب بتقول لك انجازات الجراحه ايه. تمام. وهي فعاله فعلا ولا لا. طيب هل في حاجات ممكن ان احنا نعملها حاليا او قدام نفكر فيها تبدا تقلل الانفيزفنس بتاعه البارياتريك سيرجري؟ في حاجات جديده ابتدت ان هم يفكروا فيها. عندك مثلا، في عندنا ميتابوليك سيرجري بيفكروا فيها، مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. في عندنا تكنولوجي جديده ممكن ان احنا نستخدمها في الجراحات، وممكن بالاندوسكوب استخدم حاجه اسمها جيجنال شيت، وديت بتمنع امتصاص المغذيات، وبالتالي قللت الوزن بدون ما اعمل اي عمليه. تمام. طيب ممكن ان انا احفز المعده ان جزء من جدارها العضلي يموت،
وطالما مات هيمنع الدايلاتيشن والانقباض بتاع المعدة، وده عن طريق حاجة اسمها الكتروكواجيليشن. ممكن اللي انا اعمل طرق كتيرة جدا في العمليات، حاجات جديدة بنفكر فيها نعملها. طيب دكتور، في سؤال يتبادر للأذهان، طب لو طفل صغير وبيز هل ممكن اعمله عملية ولا لا؟ يا جماعة البارياتريك سيرجي بصورة أساسية هي معمولة على الأدلت وأونلي فور الأدلت، تمام؟ إنما لو طفل عمره يتراوح بين 10 إلى 12 سنة أعمله عملية أو لا، الموضوع هيعتمد على عدة أمور. أول حاجة موافقة الأهل، تمام كده؟ طيب تاني حاجة غير موافقة الأهل، الوزن بتاع الطفل أو البي ام اي بتاعه قد إيه بالظبط. تالت حاجة سايكياتريك، زي ما قلنا مالتي ديسيبلينري ابروتش، محتاج حد سايكياتريك يبدا يكشف على الطفل ده، يشوف ايه المشاكل بتاعته اصلا، هل هي مشاكل اصلا نفسيه ولا لا، لان في بعض المشاكل النفسيه بتؤدي للاصابه بنهم الطعام، والاشخاص دولت مجرد ما انت تعدي المشاكل النفسيه ديت وزنه هيرجع للطبيعي تاني. طيب الحاجه الرابعه، هجرب النيوتريشنال تريتمنت ولا لا، نيوتريشنال وميديكال تريتمنت ولا لا. طيب تاني بنأكد البارياتريك سيرجري هي وسيلة فعالة جدا 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 لتقليل الوزن وتقليل المضاعفات اللي بتحصل من الوزن العالي او من الاوبيزيتي. الحاجة اللي بعد كده ان هي بتحسن اللايف اكسبكتنسي، وهي حاجة كوست افكتيف جدا ايا كانت الفلوس اللي هتدفعها فيها، فمقابل لصحتك هي افضل بالنسبة لك. وديت مقارنة بين العمليات، ادي البالون وادي اللاب باند او السيالستيك باند، وادي السليف اوبريشن، وادي البيليو بانكرياتيك دايفرجن، خد حته من المعده ودخلها على طول على مين، على الاليوم. وهنا ادي الرو ان واي، خد باوتش من المعده ودخله على التيرمينال الاليوم، والجزء الثاني من الاليوم لسه متوصل مع الديودينم مع المعده. وادي ايه، وادي السنجل انستوماتيك جاستريك باي باس. كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا فهمتوها، شكرا.